أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم التداخل الميداني وحدود التشابك الروسي الإيراني. بات المشهد السياسي للصراع السوري أكثر تعقيدا، فعدد القوى الإقليمية والدولية التي تنافس على الأرض السورية بدأت بالتصاعد، حيث ينتظم أطرافها في معسكرين دوليين إقليميين كبيرين. تقود الأول واشنطن ويضم في عضويته دولا عربية، وتحاول إسرائيل أن تجد فيه مكانا قدر الإمكان، والثاني تقوده روسيا ويضم إيران ووكلائها، والتي بدأ يظهر إلى العلن بوادر صراع وتنافس عميق. وقد اقتربت من هذا المحور تركيا أخيرا لتتقاطع جزء من مصالحها معه. السؤال هنا، ما هو منظور إيران في التدخل الروسي العسكري في سوريا، وما هي أهم المعطيات والمسوغات التي تستمدها هذه الرؤية؟ يرى عدد من المحللين أن التدخل العسكري الروسي في سوريا أفرز عددا من نقاط التقاطع والتعارض في المصالح الإيرانية الروسية. ما هي أبرزها، وكيف أثرت وتؤثر على استراتيجية إيران في سوريا؟ هل باتت إيران فعليا مكتفية متكيفة مع التدخل الروسي، وما هي انعكاسات أي تطورات سلبية في العلاقات بين موسكو وطهران على المشروع الإيراني في سوريا؟ ما هي الأدوات التي تمتلكها إيران فعليا في حال تصاعدت وتيرة الخلافات مع الجانب الروسي، وهل لديها فعلا أوراق مؤثرة؟ والسيناريوهات المتوقعة في ظل خشية إيران من صفقة روسية أمريكية إقليمية على حساب إيران. نناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول، رؤية إيران للتدخل الروسي. بدأ الروس يشعرون فعليا بعد مساندة النظام لأكثر من 4 أعوام واستنزافها اقتصاديا وسياسيا بأنهم فقدوا الكثير الكثير من نفوذهم في سوريا لصالح إيران، والتي باتت تسيطر على جميع مرافق الدولة وحتى على القرارات السياسية المتعلقة بالحل السياسي بما يخدم مصالحها في المنطقة. هذا ما يفقد روسيا قدرتها على فرض تسوية سياسية بناء على بيان جنيف القائم على الانتقال السياسي من دون أركان النظام، وهو ما تعارضه إيران. المحور الثاني، التداخل الميداني وحدود التشابك الروسي الإيراني. ما يثير مخاوف إيران أن روسيا ربما تقبل بحل سياسي يقوم في أول شروطه على إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا على اختلاف تصنيفاتهم، وهو ما ترفضه إيران جملة وتفصيل، ثم المرور إلى تهيئة أجواء مصالحة وطنية بين مختلف فرقاء الأزمة السورية شريطة الموافقة على الشروط الروسية. وتنبع هذه المخاوف من تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيه: روسيا لا تفرق ما بين جماعات شيعية وسنية على الإطلاق، ما يعني أن موسكو لم تتحرك لدعم أجندة إيران وميليشياتها الشيعية وفي مقدمتها حزب الله، لم تدخل لتمكين طائفة من حكم سوريا، وهذه إشارة في غاية الأهمية، كما أنها لا تخوض الحرب دفاعا عن السنة، على الرغم من أنها فتحت أبواب علاقات اقتصادية وعسكرية نوعية مع دول سنية في المنطقة كالمملكة العربية السعودية وتركيا لتسهيل مهمتها في سوريا وتمهيدا لأرضية للخروج من هناك. نناقش هذا الموضوع من كافة جوانبه المتعددة مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الأستاذ الدكتور نبيل العتوم معي في الاستوديو، وسيادة اللواء ركن دكتور فايز باشا أدويري. نناقش كل ذلك، ولكن دعونا أولا نستمع إلى هذا التقرير. قلب التدخل العسكري الروسي المباشر في الأزمة السورية الموازين السياسية والعسكرية في سوريا رأسا على عقب، وغير المعادلة كاملة لصالح النظام وحلفائه، وهو الجانب المتعلق بكون إيران الداعم الرئيسي للنظام السوري وصاحبة الكلمة الفصل والكلمة الأخيرة في قراراته.
وبعد التدخل الروسي المباشر والكثيف لم يعد اللاعبون الإقليميون سواء الداعمون للنظام السوري إيران أو المناهضون له هم الفاعلين الرئيسيين في المشهد، فقد غير الانخراط الروسي العسكري المباشر شكل الصراع من صراع أطرافه وأدواته الأساسية إقليمية إلى صراع مباشر بين إرادات دولية تتنافس فيما بينها، ظهر بعضها إلى العلن والبعض بدأت بوادره في الظهور تباعا، الأمر الذي استتبع بالضرورة خصما من رصيد وأوراق اللاعبين الإقليميين وعلى رأسهم إيران. ميدانيا طرأت خلال العام الماضي تحولات كبيرة على موازين القوى في سوريا، إذ جرى إضعاف تنظيم الدولة إلى حد القضاء عليه تقريبا كقوة عسكرية، كما جرى إضعاف المعارضة وتثبيتها في جيوب معزولة بموجب اتفاقات خفض التصعيد، تمهيدا لتطويعها في إطار عملية سياسية تقودها روسيا في أستانا وسوتشي، في حين صعدت قوتان رئيستان هما النظام والأكراد يقتسمان اليوم السيطرة على أكثر الجغرافيا السورية. بموازاة ذلك بات لروسيا وإيران الكلمة الفصل في كل ما يجري تقريبا. نرحب بضيوفي على المحور الأول كل من الأستاذ دكتور نبيل العتوم وعطوفة لواء ركن دكتور فايز باشا الدويري. أهلا وسهلا بكم ضيوفا أعزاء على برنامج الرادار وعلى راديو أورينت. ونبدأ من سيادة اللواء الركن دكتور فايز باشا الدويري. سيدي، ماذا بعد القضاء على تنظيم الدولة؟ هل سيستمر التوافق الروسي الإيراني العسكري في ظل سياسة طهران الرامية إلى استراتيجية ملء الفراغ الميداني التي تسعى لها إيران من خلال السيطرة على المناطق التي انسحب منها تنظيم الدولة؟ وما هو الهدف الميدان المشترك بين الروس والإيرانيين الآن؟ أم انتهت مهمة إيران العسكرية نهائيا من سوريا؟ حتى نستطيع أن نحدد مدى التوافق أو التعارض ما بين روسيا وإيران، لابد أن نحدد مرتكزات أساسية تبين ما هي المصلحة الإيرانية وما هي المصلحة الروسية وما هي الرؤية الإيرانية وما هي الرؤية الروسية. أولا أبدأ بروسيا. روسيا هي وريثة الاتحاد السوفيتي، ورثت كل شيء عن الاتحاد السوفيتي في فترة العقد الأخير من القرن الماضي. تقريبا فقد الاتحاد السوفيتي 10 مواقع له مهمة في منطقة المياه الدافئة، منها 9 مناطق عربية، دون أن يعني الوقت لا يسعف لنسف في ذلك، ولكن بدءا من الجزائر إلى ليبيا إلى مصر إلى السودان إلى الصومال، اليمن الجنوبي، الجمهورية العربية اليمنية، مصر، العراق، لم يتبقى له إلا سوريا. وبالتالي هذه نقطة أساسية مرتكز في رسم الاستراتيجية العظمى الروسية، أنها يجب أن تبقي على تواجدها في منطقة المياه الدافئة. وهذا امتداد لرؤية روسية قديمة من أيام بطرس الأكبر وكاترينا الثانية، عندما تحدثوا عن أهمية المنطقة الشرق الأوسط وأهمية الوصول إلى المناطق الدافئة. يضاف إلى ذلك النقطة الأخرى أن في الاستراتيجية الروسية ترى يقينا أن هناك محاولة لرسم هلال شيعي يقابله محور سني. الهلال الشيعي يبدأ من قم وينتهي في مارون الراس، والمحور السني يبدأ من الحجاز وينتهي في غروزني، والتقاطع في سوريا، من يكسب سوريا يكسب هذا التواصل. هذا يربط مع مفهوم إسلام فوبيا بالنسبة للروس وبالنسبة للعالم الغربي، أن الإسلام فوبيا هو أصلا يقصد به الإسلام السني، والسبب عدم وجود مرجعية سنية ضابطة تضبط انفلات الجماعات، بينما تبقى الجانب الآخر الشيعة لديهم المرجعية الضابطة التي توصف أو تطلق عليها مسمى آيات الله. الآن إذن هذه الاستراتيجية العظمى الروسية، وبالتالي هي تسعى وستبقى جادة وموجودة، وعقدت اتفاقات مع سوريا صادق عليها الدوما لمدة 49 عام، تجدد إلى 49 عام باتفاق الطرفين. نأتي الآن إلى إيران. إيران تحمل العرب، يعني كأنها ليست دولة إسلامية، تحمل العرب مسؤولية إسقاط الدولة الفارسية. والمعارضة للعرب أو ظهرت تقريبا في صدر الإسلام تحت مفهوم الشعوبية، والشعوبية قوبلت بمصطلح عربي الزندقة، منها بشار بن برد وغير بشار بن برد، وبالتالي كانوا يعتمدوا النظرة الفوقية. حتى في مفاوضات ما قبل القادسية عندما ذهبوا لمقابلة كسرى،
اقترح عليهم أن يقدم ثوبا لكل مقاتل وثوبين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويعودوا إلى أدراجهم إلى الصحراء. ثم جاء بعد ذلك التآمر على الخلافة العباسية ودور ابن العلقمي معروف. ثم جاءت الدولة الصفوية ودورها معروف في إيقاف الفتوحات الإسلامية بالقيادة العثمانية والتي وصلت إلى أبواب فيينا. كانت كلما تتعمق القوات التركية في أوروبا تبدأ الهجمات الإيرانية الصفوية وتعيد. ثم جاء دورها التآمر مع البرتغال وإسبانيا وهولندا في ترسيخ الاستعمار الحديث في منطقة الجزيرة العربية، وهذا التآمر موضوح. ثم جاء شاه إيران وعمل دور شرط الخليج. ثم جاء آية الله العظمى الخميني بثورته الإسلامية المزعومة، وهذه الثورة الإسلامية هي كارثة حلت في المنطقة. وفقط دعني أشير، والدكتور يعلم ذلك جيدا، عندما نتحدث عن نظرية أم القرى، قد الكثير لا يفهم أو لا يعرف ما دار حول أم القرى ودور محمد جواد رجائي في ترسيخ نظرية أم القرى. ما هي مفهوم نظرية أم القرى؟ قم بدل مكة، إيران دولة المقر، الرأي الإسلامي الإيراني يجب أن تعلو على كافة المؤسسات من إندونيسيا حتى المغرب. المرحلة الأولى السيطرة على آسيا العربية، المرحلة الثانية السيطرة على تركيا، المرحلة الثالثة السيطرة على الجمهوريات الإسلامية المستقلة. الخميني له وصف شمس البشرية. إذن الرؤية الإيرانية في مراحلها المتدرجة والمرحلة الأولى هي السيطرة على آسيا العربية، وعندما أقول آسيا العربية أتحدث عن شبه الجزيرة العربية والخليج العربي وبلاد الهلال الخصيب اللي هي الرافدين وبلاد الشام. هذه وبالتالي الخطابات الإيرانية للزعماء بالسيطرة على مفاصل القرار في 4 دول عربية أصبحت واضحة. والحديث يعني لنتابع أحاديث الجنرالات الإيرانيين، وأنا وصفتهم بالجنرالات العرب في عام 67، يعني لا يؤخذ بكلامهم على محمل الجد لأنه لا يرقى إلى مستوى الكلام السخيف. إذن الأطماع الإيرانية موجودة بالهيمنة على المنطقة العربية، الأطماع الروسية والمصالح الروسية تفرض التواجد. الآن نعكس هذا الواقع اللي تحدثت فيه عن العلاقة ما بين روسيا وإيران في سوريا. أنا أقول أن هناك تعارض واضح جدا في السياق الاستراتيجي، لأنه الهيمنة الإيرانية تعني إقصاء روسي والتواجد الروسي يعني تحجيم إيراني. إذن في السياق الاستراتيجي هناك تعارض في المصالح الحيوية لكلا الدولتين، لكن في السياق العسكري العملياتي والتكتيكي هناك حاجة وملحة لأن يتعاونوا معا. جاء التدخل الإيراني في شهر سبتمبر 2011، ولكن التدخل الإيراني سواء بالمستشارين أو ببدايات الميليشيات لم يؤتي أكله ولم يساعد على بقاء بشار. جاء الإعاز إلى حزب الله للدخول في أيار 2013 وبدأ يحقق نجاحات، سيطر على القصير وتل كلخ وقلعة المضيق، ومن ثم بدأ التمدد في الجغرافيا السورية، وهذا الأمور معروفة للقاسي والداني ولكل متابع لمجريات المعارك. لكن هذا التمدد وهذه القوة وتشكيل أكثر من 50 فصيل شيعي بغض النظر على المسميات لم تستطع أن تبقي أو تحافظ على نظام الأسد. وخرج رأس النظام وتحدث عن مفهوم سوريا المفيدة، وتحدث صراحة أنه يمكن التخلي عن مناطق لصالح مناطق أخرى. ماذا جاء بعد ذلك؟ جاء بعد ذلك أن قاسم سليمان ذهب لإداء الحج في سوشي ويمكن أجرى عمره كذلك، وبالتالي أقنع روسيا بضرورة التدخل لأن إيران لم تعد قادرة على الحفاظ على نظام الأسد. فجاء التدخل في سبتمبر 2015. الآن آلية التدخل الإيراني الروسي مختلفة، روسيا تقدم الغطاء الجوي وإيران تقدم القوات الأرضية، ولا غنى لأي جزئية عن الأخرى. لا يمكن لروسيا أن تحسم الحرب دون وجود قوات أرضية. الجيش السوري أصبح أشلاء لا يستطيع، وأنا أعيد عبارة أكررها، أتحدى أي باحث استراتيجي أو محلل عسكري أن يعطيني اسم معركة واحدة ربحها الجيش السوري بمجهوده الخالص من شهر تموز 2012.
حتى اللحظة التي أتحدث بها لا توجد. إذا كان هناك حاجة لإيران، إذ روسيا بحاجة إيران كقوة أرضية، إيران بحاجة روسيا كقوة جوية، وبالتالي إذا في السياق العملياتي والعسكري هناك حاجة ومنفعة متبادلة لابد من الإبقاء عليها، ولكن في السياق الاستراتيجي بناء على ما تحدثت به في البداية هناك تعارض في المصالح الاستراتيجية. الآن كل دولة منها خاصة إيران تحاول أن تناور وترسخ أقدامها، وما جرى يوم أمس من الإفصاح من قبل البي بي سي عن إنشاء قاعدة 14 كيلو جنوب دمشق في منطقة الكسوة إلا دلالة على ذلك. إنشاء اللواء 313 في أذرح هو دلالة على ذلك. للعلم يوجد لإيران ثمانية قواعد في سوريا، منها قاعدة في حمص قبل 10 سنوات من بدء الثورة، يمكن الكثير لا يعلم عن ذلك. يوجد لروسيا أكثر من 6 قواعد. طبعا احنا بنتحدث عن حميميم وطرطوس، لكن هناك تواجدات واضحة. يوجد 10 قواعد أمريكية، يوجد في سوريا 28 قاعدة أجنبية. نعم. الآن إيران تستغل الظرف وتحاول أن ترسخ من وجودها، فيما إذا حصل اتفاق أمريكي روسي بدعم إسرائيلي أو لتحقيق الأطماح الإسرائيلية للمطالبة بإخراج إيران من سوريا، تكون إيران قد تجذرت في الجغرافيا السورية لدرجة يصعب إخراجها. وللأسف إيران تجذرت. نعم. الآن إيران متجذرة. ما حدث من لطميات يوم أول أمس في سوق الحميدية يثبت ذلك. ذهاب أحد المسؤولين الإيرانيين إلى حلب ليرى مكان وضع رأس الحسين يثبت ذلك. إذن أنا أقول أن على المدى القصير المنظور الانسجام أو التوافق الإيراني الروسي سيبقى قائما، لأنه كلاهما يشعر، والتصريح الأمس بين بوتين وترامب لا حسم عسكري في سوريا، يعني حتى في حال التعاون والتكاتف لن يستطيعوا تحقيق الحسم. إذا الآن انشطروا عن بعض ستعود الثورة مجددا، وسيعود اقتطاع والاقتطاع والقضم المتدرج للجغرافيا السورية لصالح الثورة. إذا لابد أن يبقوا على ذلك، ولكن كل واحد يراقب الآخر على السياق الاستراتيجي الذي يشكل نقطة التعارض بينهما. وصلت الفكرة، أبقى معي سيدي، ونرحب بالدكتور نبيل. دكتور نبيل، ما هي منطلقات ومنظور إيران في التدخل الروسي العسكري في سوريا، وما هي أهم المعطيات والمسوغات التي تستمدها هذه الرؤية؟ شكرا جزيلا لك، تحية لك وللدكتور فايز. في واقع الأمر أنا عادة أقسم الاستراتيجية الإيرانية من خلال مدخل الأزمة السورية إلى استراتيجيتين. الاستراتيجية الأولى هي ما قبل التدخل الروسي، والاستراتيجية الأخرى ما بعد التدخل الروسي. الآن قبل التدخل الروسي كان لدى إيران القابلية للوصول إلى ما يسمى بالحلول الوسط، خاصة ما بعد الهزائم اللي لحقت بالنظام السوري وجيشه، وطبعا القرب من إسقاط العاصمة دمشق، وهذا ما كنت أنا ألاحظه في الإعلام الإيراني وفي مراكز الدراسات والأبحاث الإيرانية، وحتى التضحية بشخص بشار الأسد، هذا كان في الفترة الأولى. الآن لغاية زيارة قاسم سليماني وتنسيقه مع الروس انقلبت الأمور، وهنالك أحدث، أصبح هنالك انقلاب في السياسة الروسية. هذا الانقلاب مهد إلى ربما الحديث الإيراني المتكرر حول مجموعة من الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية إعادة بعث ما يسمى بالمجال الحيوي الإيراني. إيران تعتبر كل المناطق التي تقع في حوزة الخليج الذي يطلقون عليه فارسي تعود للإيرانيين. وأنا كان لي دراسة، على الرغم من التخصص في العلوم السياسية، أحضرت الكتب المدرسية الإيرانية، وقمت في هذه الكتب بتحليل مجموعة من الموضوعات، أصدرت خلالها مجموعة من الكتب. الكتاب الأول هو سورة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية، الكتاب الثاني هو سورة أهل السنة في الكتب المدرسية الإيرانية، الكتاب الثالث هو عسكرت التعليم في إيران، والكتاب الرابع هو الخرافات والأساطير في الكتب المدرسية الإيرانية. لأن أريد أن أربط هذه الجوانب وما يتم تلقينه للطالب الإيراني في ما يسمى بنظرية المجال.
المجال الحيوي. الآن هنالك 274 نص في الكتب المدرسية الإيرانية تعتبر أن كل دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن تعود إلى الوطن الأم إيران، واعتبار حتى أولى هذه الدول التي تمثل الملاذ الجيوبوليتيكي بالنسبة لإيران هو ممثل بالعراق، ثم الانطلاق إلى دول أخرى مثل البحرين، مثل أيضا المملكة العربية السعودية وغيرها من هذه الدول. الأمر الثاني، إذن الآن هنالك حق تاريخي لإيران في المنطقة الجغرافية التي تعتبر هي امتداد تاريخي لإيران. الأمر الثاني هو ما يسمى بدور شيعة الشتات وكيفية إيران لتوجيه هؤلاء الشيعة. احنا كنا في مادة السياسة الخارجية الإيرانية في مساق بدرسونا الكتاب اللي تفضل فيه الباشا اسمه مقولات در استراتيجي ملي، هي مقولات في الاستراتيجية الوطنية لمستشار كان لوزير الخارجية الإيراني اسمه محمد جواد لرجاني. انا قمت بترجمة هذا الكتاب تحت عنوان اللي هي نظرية ام القرى الشيعية، وطبعا وضعت فيه حتى مجموعة من التصورات لانه انا جمعت كل ما يتعلق بنظرية السيادة الخارجية الإيرانية. هنالك نظرية أخطر منها تسمى نظرية السيادة العالمية، هذه وضعها محمد تقي مصباح يزي لتكون امتداد لنظرية أم القرى. طبعا نظرية أم القرى نظرية خطيرة جدا، هي تتحدث كما تفضل الباشا عن أنه إيران هي مركز العالم الروحي والسياسي وهي القبلة السياسية والروحية للعالم الإسلامي. الأمر الثاني هي نظرية المصدات، بمعنى أنه هذه الدول التي تمثل مجال حيوي إحنا ما بنعترف فيها، هي امتداد للدولة الإيرانية، ينبغي أن تعود إلى الدولة الأم. وأيضا اعتبار الشعوب التي تقع ضمن هذا المجال الحيوي هي عبارة عن قرابين بشرية للدفاع عن الثورة الإيرانية، وبالتالي عندما جاء الهجوم على سوريا والدخول على سوريا كان هنالك نظرية وللأسف الشديد قاسم مشترك ما بين روسيا وإيران. روسيا دخلت المنطقة على الاعتبار أنها قادمة لإنقاذ مسيحي الشرق الأرثوذكس، وبالتالي كان هنالك تعميد للجنود الروس وللطيارين الروس وإلى آخره. لكن بموازاة ذلك كانت إيران أعلنت بشكل واضح أنها سوف تقود ملحمة إلهية مقدسة عنوانها الثأر من يزيدي العصر، وبالتالي برزت هنالك ما يسمى بسلاح الفتوى لدى القادة الدينيين الإيرانيين لمحاولة الدخول على خط التعبئة الشعبية أو ما يسمى بالبسيج مردمي داخل إيران. فبدأوا بتجنيد ما يسمى بشيعة الشتات سواء من خارج إيران، من باكستان، من أفغانستان، من جمهورية آسيا الوسطى والقوقاز، ثم إلى شيعة الخليج، والدخول على هذا الخط بقوة. قالوا سوف نقاتل لعودة المهدي وعودة إمام الزمان، وتم توظيف هذه في المعارك الحاسمة مثل معركة حلب. كانوا يقولون أن المهدي يقاتل في حلب، هذا كان هنالك وحدة شعورية حاولت إيران يعني إبرازها بشكل كبير وبشكل واضح. في واقع الأمر الآن استراتيجية إيران بعد تفعيل هذه الجوانب بدأت تفكر برؤية تعزيز المحور الذي قامت فيه من خلال الزج بما يسمى بالميليشيات وإنشاء الميليشيات بما يسمى بحرب الوكالة التي نشأت إيران، وهو أيضا بالمناسبة هو أحد المصدات للدفاع عن إيران سواء كانوا سنة أم شيعة أم غيرهم. الآن أنشأت حوالي كما تقول إيران، أنا أريد أن أركز على الجانب الإيراني كيف تفكر إيران، قالت نحن أنشأنا أكثر من 31 ميليشيا. هذه الميليشيات جلها طبعا هو جزء منها كبير هو منخرط في العمليات الميدانية في سوريا وتم توزيعه، بالإضافة كانوا يمثلوا سند أو رديف لما يسمى بالباسدران أو قوات الحرس الثوري وللجيش الإيراني الذي تواجد في سوريا سواء قوات خاصة سواء الميليشيات الخاصة بما يسمى بالجيش الإلكتروني الإيراني وغير ذلك من هذه الميليشيات التي كانت تأخذ طابع طبعا لدعم النظام السوري. الآن كان الهدف هو أن تحقق الميليشيات التي دعمتها إيران ما يسمى بأكبر مكاسب ممكنة على الأرض، وبالتالي الآن الجغرافيا السورية كانوا هم مؤمنين بفكرة أنه الروس في نهاية المطاف استنادا على تجربتهم في أفغانستان سوف لن يقوموا بإرسال جيوش متحركة جرارة تستطيع قيادة عمليات عسكرية، فكانوا يقولون يعني ما يطلقونه في الإعلام الإيراني أن السماء لروسيا وأن الأرض لإيران وأن من يمسك بالأرض كما يعرف الدكتور فايز من خلال خبرته العسكرية ويسيطر على كل شيء في نهاية المطاف. الآن خلال هذه الفترة طرحت إيران فكرة أنه رفض ما يسمى بالحلول الوسط، وهذا طبعا كان ملفت بالنسبة لإيران أنه نحن متمسكون بالنظام وبشخص بشار أسد، ربما في ثنايا هذه الحلقة سوف نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل. الأمر الثاني أنه النظام وشخص بشار هو الضمانة لاحتفاظ إيران بما يسمى بالامتيازات السياسية والاقتصادية والعسكرية وما تحقق على الأرض فعليا من خلال توقيع حتى 5 اتفاقيات متعلقة بالتعدين بالطاقة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وغير ذلك من هذه القطاعات المهمة والحيوية حتى تضمن إيران في حال انسحاب القوات الروسية. وماذا سيحدث في نهاية المطاف؟ هذا الأمر الذي راح يصير
أنه هي ما زالت ممسكة بخيوط اللعبة. المتغير الرابع هو ما يسمى بنظرية الإحلال الديموغرافي، بمعنى طبعا هذه النظرية الآن طرد ما يسمى بالمكون السني من خلال مناطق عديدة في سوريا المفيدة وما تمثل من مصالح بالنسبة لإيران، ثم عملية الإحلال طبعا من خلال الإيرانيين من خلال الشيعة العرب وإعطاهم جنسيات وإلى آخره، ونشطت إيران في هذا الموضوع بشكل كبير جدا. الآن ربما في رح نتحدث عن عملية التضارب في السياسة الإيرانية والروسية اللي صار خاصة مع تطور الأحداث اللي صارت، عملية رفع حدة التصريحات الإيرانية اللي كانت تنتقد الروس بشكل مباشر، وكان آخرها الرئيس روحاني قال نحن لا نتفق مع الروس في كثير من القضايا، وأيضا هناك خشية من صفقة إيرانية روسية، الإيرانيين مدركين لهذا. يعني أنا كنت أقرأ في الإعلام الإيراني في مراكز الدراسات والأبحاث منذ أكثر من عام ونصف هم يتحدثون عما يسمى بصفقة أمريكية روسية وضرورة استعداد إيران لما يسمى بالانتقال إلى مفهوم الخطة باء، بمعنى ماذا لدى إيران من أوراق تستطيع أن تثبت وجودها على أرض الواقع وتستطيع من خلال هذه الأوراق طبعا أن تفرضها على الجانب الروسي والجانب الأمريكي. نعم وصلت الفكرة، أبقى معي دكتور. نعود إلى دكتور فايز. دكتور فايز، يعني الآن مع بدء سعي روسيا إلى ضرورة التركيز على المسار السياسي أكثر من الميداني، ثمة زاوية محورية ما زالت بعيدة عن الأضواء على الرغم من تأثيرها المهم في مجرى هذه المفاوضات وعلى مجمل مستقبل الصراع الدائري في سوريا، ألا وهي التنافس بين روسيا وإيران في سوريا، والذي لم يعد خافيا وبدأ يخرج إلى العلن في الآونة الأخيرة على لسان كبار المسؤولين في البلدين بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الانسحاب العسكري الجزئي من سوريا، وهو ما لم يتوافق مع الرؤية الإيرانية التي أعلنت ضرورة التريث قليلا لمعرفة أين يتجه الوضع الميداني على الأرض السورية. يا سيد، يعني الآن روسيا أو الرئيس تحديدا بوتين أمام استحقاق كبير جدا، وهو يسعى لتهيئة الأرضية لهذا الاستحقاق، وأقصد به في شهر آذار من العام القادم هناك الانتخابات الروسية القادمة، الرئيس الروسي سيترشح إلى ولاية ثانية، وبالتالي يريد أن يقدم شيء للشعب الروسي بأن التدخل في سوريا كان مثمرا على الصعيد الاستراتيجي وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد عقد صفقات تسليح، لأنه تم تجريب كافة أنواع الأسلحة بطريقة ميدانية حقيقية، وارتفعت مبيعات الأسلحة الروسية وقاربت أن تنافس حتى الصفقات الأمريكية لولا زيارة ترامب الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. هذا الاستحقاق يجعل من الرئيس الروسي يسعى إلى إيجاد مخرج سياسي، فكانت مقاربة يعني بعد فشله في سحق الثورة، وتقريبا حتى ما يقارب العامين تقريبا من أو العام ونصف من عمر التدخل الروسي، كانت حوالي 85-90% من الطلعات الجوية موجهة ضد الجيش الحر وجبهة النصرة، و10-15% في حال الإفراط في التفاؤل ضد داعش. وبالتالي الرئيس بوتين أيقن أنه لا يمكن هزيمة الثورة، وبالتالي لابد قبل موعد الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي لابد من إيجاد مخرج. فكان هناك مقترح أستنا واللي وصلت إلى أستنا 7 أستنا 8 وتمخضت عن مناطق خفض التصعيد 4 التي لغاية الآن لم تحقق نجاحا في أي منها. عندما نتحقق عن النجاح الكلي، يعني في إدلب هناك المعارك في الخاصرة الرخوة في منطقة خناصر سفيرة حضر شعيطات، هناك لا يزال اختراقات كبيرة جدا في المنطقة الجنوبية رغم التصريح الأردني يوم أمس الذي أعاد التأكيد على أهمية المنطقة تخفيض التصعيد. في الغوطة لم يتم التقيد بها، في ريف حمص الشمالي فشلت فشلا ذريعا. إذن وكان هناك التوجه إلى عقد مؤتمر حميميم تحت عنوان الشعوب السورية، وبالتالي اكتشفوا خطأهم وتداركوه بدعم القوى المعارضة 33 فصيل، منها تقريبا 30 فصيل محسوب عن النظام في سوشي، وجاء تأخيره لعدم حضور المعارضة. إذن
الاستحقاق الانتخابي الروسي لم يقدم الآن ما يعني لم يتم تهيئة الظروف الملائمة لتقديم شيء للشعب السوري. فكان البيان بالأمس على عجل ما بين ترامب بوتين، وتحدثوا في العموميات ولم يتحدثوا في التفاصيل، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل. الآن بالنسبة إلى المقاربة، يعني الدكتور قدم رؤية واضحة جدا مشكورا عليها. الآن الوضع الميداني واضح للجميع، روسيا حققت إنجاز كبير جدا على المستوى العملياتي، لكنني لا أتفق لا مع التصريحات الأمريكية ولا التصريحات الروسية بقرب انتهاء داعش وبقرب انتهاء الإرهاب. هم يتحدثوا عن تحقيق انتصار عسكري. الانتصار العسكري الذي تم التصريح عنه قبل 3 أيام، وخرج المتحدث باسم الجيش السوري وسيطرنا على البوكمال، البوكمال الآن تحت سيطرة داعش. هناك 83 كيلومتر من الميادين حتى الحدود العراقية تحت سيطرة داعش، 30% من مساحة دير الزور تحت سيطرة داعش. داعش موجود في حوض اليرموك، داعش موجود في إلى الشمال الشرقي، الشمال الشرقي من منطقة السخنة في تدمر. حتى وإن حققوا الانتصار العسكري، أنت رجل عسكري وأنت تعرف ذلك، أن الانتصار العسكري لا يعني انتصارا حقيقيا، يجب أن يتبع بانتصار أمني، أن تؤمن المناطق. هل يمكن تحقيقه خلال عام 2018؟ أتمنى. حتى في حال أنجز البعد الأمني، ماذا عن البعد الفكري والأيدولوجي والذي سيقود عاجلا أم آجلا إلى جيل رابع؟ عندما نتحدث عن داعش نتحدث عن الجيل الثالث من القاعدة. أنا يجب أن كمحلل يجب أن أقول لنحضر أنفسنا إلى الجيل الرابع، والجيل الرابع سيكون أكثر تطرفا وأكثر دموية من الجيل الثالث. يعني داعش ستصبح كأنها مهادنة، أو ستتهم بأنها متواطئة، لم تقم بما يجب أن يتم القيام به. لماذا؟ لأن الظروف اللي أدت إلى ظهور القاعدة في بلاد الرافدين، وإلى ظهور الجيل الثاني، وإلى ظهور الجيل الثالث، الظروف لا تزال قائمة. مهجري الموصل حتى هذه اللحظة في هذا اليوم ممنوعين من العودة إلى الموصل. إذن أنت كيف ستقضي على داعش؟ نحن الآن أمام داعش جديد بمسمى جديد. إذن الحديث عن انتهاء الأزمة السورية أعتقد لا يزال مبكرا جدا، وهذا يدعو إلى نقطة، يدعو إلى أن المعارضة السورية بجناحيها السياسي والعسكري يجب أن لا تكون مخرقة في التفاؤل بأن الأمور حسمت أو بأننا في نهاية النفق أو لا. أنا أقول لهم وأتحمل مسؤول كلامي، حتى هذه اللحظة لا أرى النور في نهاية النفق، أي بمعنى آخر الرسالة، لديكم من الوقت، متسع من الوقت، أن تعيدوا ترتيب صفوفكم السياسية كائتلاف وترتيب صفوفكم العسكرية كمعارضة مسلحة. عليكم تفعيل مفهوم الجيش الوطني، عليكم توحيد الرؤى السياسية، لأن المخاض السوري لا يزال عسيرا. نعم، وصلت الفكرة. أبقى معي سيادة اللواء، ومرة أخرى نعود لدكتور نبيل. دكتور نبيل، يرى عدد من المحللين العسكريين والأمنيين التدخل العسكري الروسي في سوريا أفرز عددا من نقاط التقاطع والتعارض في المصالح الإيرانية الروسية، ما هي أبرزها وكيف أثرت وتؤثر على استراتيجية إيران في سوريا؟ طبعا هنالك كثير من الهواجس والمخاوف لدى الإيرانيين. الآن هنالك دعني أسميه تعارض في الرؤيتين، الإيراني من ناحية والروسي من ناحية أخرى. الآن هنالك خشية روسية من حجم وكثافة الوجود العسكري الإيراني، أو ما يسمى بملء الفراغ الذي تريد إيران تحقيقه على الأرض، وطلب موسكو من طهران رسميا إلى ما يسمى بضم الكتائب التي تم تشكيلها، خاصة الكتائب الشعبية بشكل رسمي اللي أنشأتها إيران في سوريا، إلى الجيش أو جيش النظام، لكن قوبل ذلك برفض إيراني. إيران تسعى إلى ما يسمى بمحاولة دعني أسميه اقتباس النموذج اللبناني، بمعنى أن يكون لديها من الميليشيات القادرة على فرض إرادة سياسية
أو ما يعرف بمطرقة إيران القوية في الأزمة السورية. الأمر الثاني، نحن نتحدث عن يعني اختلافات كبرى ما بين إيران وما بين روسيا فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، فيما يتعلق بعدم القبول بكيان كردي، فيما يتعلق بإيران وسعيها إلى ما يسمى بكما أطلق عنه الجنرال سياري قائد البحرية الإيرانية رحلة العبور إلى المتوسط. روسيا لا تؤمن بمثل هذه الأفكار، وتجد أنها أفكار أيديولوجية عدمية عبثية سوف تؤدي إلى امتداد الأزمة السورية. الآن هنالك خشية إيرانية، وهذا ما تحدث عنه يعني أمين عام مجلس الأمن القومي قبل فترة الجنرال الأدميرال علي شمخاني، قال نحن نخشى أيضا من انكفاء روسي أو توجه روسي نحو العراق، بمعنى بدل أن تكون رحلة العبور إلى المتوسط أن يصبح هنالك رحلة روسية بمقابل العراق، بأن يصبح العراق امتداد طبيعي وتطوير علاقات اقتصادية مع بين روسيا والعراق، ودخول أيضا روسيا بقوة إلى سوق النفط العراقي. هذا سوف يمثل تحدي كبير بالنسبة لإيران. الآن هنالك خشية أيضا فيما يتعلق بالنقاط التضارب في السياستين، ما يسمى بالمتغير الإسرائيلي ووجوده بقوة، خاصة أنه هذا أحرج للقيادة الإيرانية. القيادة الإيرانية دائما تنادي مرق بر إسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت للاستكبار إلى آخره، وتجد هنالك تنسيق روسي مشترك أو لنسميه غطاء روسي لعمليات عسكرية إسرائيلية قصفت بموجبها قوات النظام، وحتى قصفت قوات إيرانية وقصفت ميليشيا حزب الله. فإذا كانت معركتكم مع إسرائيل وإسرائيل تقوم باستهدافكم، أين هذه الشعارات التي تطلقونها ليل نهار، وبالتالي وضع مصداقية إيران على المحك، خصوصا على الصعيد الداخلي الإيراني وأمام الشعوب العربية والإسلامية التي تحاول إيران دوما توظيف ما يسمى بشعار الموت إلى أمريكا. طبعا هنالك أيضا موقع بشار الأسد في أي تسوية سياسية، هذا بشكل هاجس كبير ومهم بالنسبة للإيرانيين. الإيرانيين يراهنون على شخص بشار الأسد ويراهنون على بقاء النظام السوري، لكن في نهاية المطاف كما قال علاء الدين بروجردي مسؤول الأمن القومي الإيراني في مجلس الشورى، قال في نهاية المطاف سوف يرحل بشار الأسد، في اليوم التالي ماذا سوف تفعل إيران؟ وبالتالي ينبغي أن تضع إيران استراتيجية واضحة، وهي فعلا وضعت استراتيجية إيران لليوم التالي ما بعد رحيل بشار الأسد، لأن معظم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين إيران وسوريا هي بدعم مباشر من بشار، يعني بمعنى هنالك تعهد شخصي، لكن ماذا إذا تم تغيير هذا النظام وما قدمته إيران من تضحيات كبيرة في هذا الصعيد. أنا بعتقد أنه إيران الآن باتت في ظل هذا التضارب اللي بدأ يظهر إلى العلن بشكل كبير تتساءل يوميا عن ما بعد الاتفاق الروسي الأمريكي، ما هي تداعيات ذلك على إيران. الآن عندما تطرح إيران الخطة باء، الخطة باء ضمن المفهوم الإيراني قلب الطاولة على الجميع، بمعنى إعادة الأمور إلى المربع الأول. الباشا تحدث عن نقطة مهمة، قال أنه الأمور العسكرية لم يتم حسمها ولن يتم حسمها، لكن ماذا إذا قامت إيران بالانقلاب على اللعبة السياسية ووجدت أن هنالك صفقة روسية أمريكية سوف تكون على حسابها، وبالتالي قلب الطاولة سوف يكون. متى ستنقلب؟ هل تضع خطوط حمراء للانقلاب؟ الإيرانيين طبعا يضعون. ما هي الخطوط الحمراء التي سينقلبون مباشرة بعدها على؟ أنا بعتقد الصفقة الأمريكية الروسية تمت بمعزل عن إيران تماما. كان هنالك زيارة للرئيس بوتين إلى طهران، أرسل من خلالها مجموعة من الرسائل فيما يتعلق بوحدة سوريا، فيما يتعلق بعدم أو بضمان عدم بضمان عدم وجود كيان كردي قد يهدد الإيرانيين، يعني كان هنالك رسائل تطمين، لكن بموازاة ذلك طالب الرئيس بوتين، هذا ما يعني حتى سربته وسائل الإعلام الإيرانية، قالت أن هنالك نقاط عدم توافق ما بين الإيرانيين والروس تتمثل فيما يتعلق ب شخص بشار الأسد، لأن روسيا يبدو ضمنا تم إرسال رسالة أنه الآن المرحلة أو التسوية السياسية القادمة سوف يتم التضحية فيها ببشار الأسد وليس بالنظام السوري. الأمر الثاني محاولات إيران العديدة للدخول على خط تدوير النخب في سوريا، هذا لم يخدم السياسة الإيرانية، بمعنى أن إيران تريد نخب سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية تسير في ركب إيران وتميل لصالح إيران، لكن هذا الأمر لن يتحقق. تجد أن هنالك مؤامرة، خاصة أنه ربما قد تصبح المؤسسة العسكرية التابعة للنظام السوري تقف ضد السياسات الإيرانية، وهذا الأمر ربما يعيد الأمور أيضا، تسعى إيران من خلاله يقلب الطاولة
وأنه مطامح إيران في نفوذها في مصالحها هذا لم يتحقق ولن يتحقق ضمن هذه الرؤية أو هذا. يعني دكتور موقع ديفكا الناطق بالعبري ذكر أنه القادة الصف الأول للنظام والثاني والثالث يميلون إلى الروس لأنهم تدربوا بين أيديهم وهم تلاميذهم وهم معلمهم، وبالتالي هم يبتعدون على الإيرانيين ويميلون إلى الروس القادة العسكريين. على ماذا يراهنون الإيرانيين؟ بالتأكيد بالتأكيد، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية مع الجانب الروسي، تغيير نخب عسكرية لا تدين بالولاء لإيران، وهذا الأمر سوف يحدث إشكالية كبيرة بالنسبة لإيران، وهذا أيضا ما تخشى منه إيران. في واقع الأمر أيضا موضوع الآخر هو موضوع ربما سعي روسيا، وهذا ما تشعر به إيران بشكل واضح، أن هنالك سياسة ممنهجة روسية لقطع خطوط الإمداد بالنسبة للامتداد أو الخط البري الذي تريد إنشاؤه إيران في سوريا من خلال ما يعرف بالسياسات التي تسعى إليها روسيا كل فترة من الفترات، سواء عمليات استهداف عسكري تقول إيران صديقة، والإيرانيين طبعا في مؤشرات كثيرة تؤكد أن هنالك عمليات اغتيال لقادة عسكريين إيرانيين قالوا أنه تم تسريب المعلومات من دولة حليفة رئيسية لإيران، بمعنى أنه تم تسريب المعلومات من الجانب الروسي، وهذا طبعا بيعطي ربما حجم أنه بدأت نظرية المؤامرة تدخل في العلاقات الروسية الإيرانية، وهذا الأمر يتم حتى تداوله في الإعلام الإيراني، لأنه في بعض الأمور التي كانت استراتيجية إيران تسعى من خلالها كانت تجد أنه هنالك ممانعة روسية كبرى لها، خاصة أن المتغير الإسرائيلي موجود وبقوة. الروسي الإسرائيلي، التنسيق الروسي الإسرائيلي قد لعب دور مهم ومحوري في إحباط السياسات الإيرانية في سوريا. نعم وصلت الفكرة، أبقى معي دكتور نبيل. نشير يعني عطفا على ما تفضل به الدكتور نبيل أن العراق طبعا يملك 211 مليار برميل نفط، لدى العراق الآن طبعا يبيع للجيش الأمريكي وسلاح البحرية الأمريكي البرميل بتسعين سنت، ثمن اسطوانة الغاز أو جارة الغاز 19 دولار على دولة نفطية من الطراز الأول بالوطن العربي. دكتور فايز، هل على ضوء ما يجري من تطورات دراماتيكية حاسمة في العلاقة الروسية الإيرانية، هل سنشهد تشكيل محور روسي أمريكي إسرائيلي مصري لمواجهة إيران في سوريا في حال ما قررت إيران عدم سحب قواتها وميليشيات الحشد الشيعي الشعب الصفوي من سوريا، وبشكل يتزامن معه سعي دولي لتسوية سياسية عنوانها تفكيك مختلف القوى الأخرى الفاعلة على الأرض السورية؟ يا سيدي، عملية يعني هل سيتشكل حلف أمريكي روسي؟ لا أعتقد. يعني إحنا الآن روسيا تسعى في الاستراتيجية العظمى أن تعود إلى ثنائية القطبية. الآن أمريكا خلال عقدين من الزمن كنا نتحدث عن أحادية القطبية، وطرحت نظرية في أمريكا تسمى الحدود الشفافة، أي أن أمريكا لديها الحق المطلق أن تتحرك في أي نقطة على الخارطة العالمية إذا رأت أن مصالحها تتهدد، هذا في خلال العقدين الماضيين. لهذا السبب بدأ العودة الروسية إلى المسرح العالمي واضحة. الآن بدأت بأوسيتا الشمالية وكان إجراءها حاسما في شرق أوكرانيا، في جزيرة القرم، في مواجهة الدرع الصاروخي. إذن هناك عودة روسية فاعلة، وهناك تنسيق روسي صيني فاعل، وبالتالي أصبحت استدارة أوباما الاستراتيجية كان أحد أسبابها التقارب الروسي الصيني، وأن المنطقة الأكثر سخونة وأهمية هي منطقة شرق آسيا وأخذت أولويتها على الشرق الأوسط. إذن أنت نتحدث عن حلف روسي أمريكي، لا أتصور ذلك، لأن مصالح كلا الدولتين متعارضة جدا، ولكن دعنا نتحدث عن تفاهمات روسية أمريكية حول بعض الملفات بأن يتم مقايضة ملف بملف آخر. يعني يمكن لروسيا أن تعمل تفاهمات مع أمريكا في الملف السوري إذا حققت مكتسبات في قضية الدرع الصاروخي، إذا حققت مكتسبات في شرق أوكرانيا، إذا حققت مكتسبات بالاعتراف بتبعية جزيرة القرم إلى روسيا وليس إلى أوكرانيا. إذن هي عبارة عن عملية صفقات متبادلة في قضايا عالمية تهم الدولتين، ولكن روسيا بوتين يشعر بأنه يجب أن يعود ويشكل القوة
القطب الثاني. الآن أن نزج باسم مصر، مع احترامي لدور مصر، مصر عندما يبدأ اللاعبين الكبار على المستوى العالمي تبقى دولة من العالم الثالث وليست بذات التأثير الفاعل. الآن نعود إلى مربط الفرس، هو تحجيم الدور الإيراني في سوريا. الآن أنا تحدثت عن تعارض المصالح الاستراتيجية الروسية الإيرانية، إذن روسيا لن تسمح لإيران بالتغول إلى الحد الذي يؤثر على مصالحها الاستراتيجية. الآن الوجود الأمريكي في سوريا، الوجود الأمريكي في سوريا بسبب انكسار استراتيجية أوباما والفراغ الذي أحدثه وملء الفراغ من قبل روسيا، حاولت أن تتدارك نفسها ووجدت ضالتها في بعد معركة كوباني في قوات سوريا الديمقراطية، وكأنها اكتفت بقطعة من الكعكة السورية وهي المنطقة الواقعة شرق وشمال نهر الفرات. وهناك حديث لبعض المسؤولين الأمريكيين على أن التواجد الأمريكي في هذه المنطقة لن يقل عن عقد من الزمن، وحتى هذه اللحظة كما ذكرت في المقاربة الأولى قلت هناك 10 قواعد أمريكية قد لا ترقى إلى مفهوم القاعدة العسكرية المتكاملة، ولكنها مراكز تواجد نافذ فاعل. إذن مصالح أمريكا هي الآن حددت في إطار معين، المصالح الروسية أصبحت معروفة، إذن المصالح الإيرانية يجب أن لا تطغى على مصالح كلا الطرفين. وهنا يدخل العامل الأخطر وهو الدور الروسي والدور الإسرائيلي، وأشار الدكتور إلى ذلك. إسرائيل طلبها أن تكون منطقة تخفيف التصعيد الجنوبية تبعد 40 كيلومتر عن، أنا أسميه خط وقف إطلاق النار لأنه هو خط وقف إطلاق النار وليس خط حدود الجولان المحتل، هو أرض سورية، وبالتالي تبعد 40 كيلومتر. لم يتم دعم المطلب الإسرائيلي سواء من روسيا أو من أمريكا، لكن مقابل ذلك تم إعطاء غطاء أمريكي روسي بأن عمليات إسرائيل العسكرية ضد حزب الله وأية أهداف تشكل خطر على الأمن الإسرائيلي هي مغطاة ولن يعترض عليها أي من الطرفين. الآن مدى التصعيد الإسرائيلي تجاه التواجد الإيراني في المنطقة هذا ما تكشفه الأيام، يعني لا نأخذ بتهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي لأنه ليس كل التهديدات يمكن تطبيقها، لكن أقول بأن إسرائيل تضغط باتجاه تقزيم الوجود أو تقليص الوجود الإيراني في سوريا، وهذا يتفق معه الأمريكيين والروس كل لمصالح الخاصة. نعم وصلت الفكرة، أبقى معي سيادة اللواء ونعود مرة أخرى إلى دكتور نبيل. دكتور نبيل، هل باتت إيران فعليا متكيفة مع التدخل الروسي، وما هي انعكاسات أي تطورات سلبية في العلاقة بين موسكو وطهران على المشروع الإيراني في سوريا؟ طبعا هي متكيفة، لكن هي متكيفة على مضض، في حال وجود صفقة أمريكية روسية سوف تكون على حسابها. أنا بعتقد أنه الرهان الإيراني الآن على تعزيز قوة الميليشيات المتواجدة في سوريا، سواء كانت طبعا هذه الميليشيات هي ميليشيات عسكرية بالدرجة الأولى، إيران رفضت إدماجها كما ذكرت قبل قليل في ضمن بنية جيش النظام السوري، وطبعا هي تريد أن تكون هذه الميليشيات على غرار ميليشيات الحشد الشعبي في المستقبل، تكون يعني تريد أن تكون أحد أدوات إيران القوية في سوريا. الأمر الثاني أيضا، هنالك إيران كما تعلن عن ذلك مرارا وتكرارا الحرص على بنية الجيش السوري، وهذا أمر غريب عجيب، لأنه ربما إيران أخذت العظة والدروس ربما من التجربة العراقية، التجربة العراقية أفادها تفكيك الجيش العراقي، وهذا الجيش الذي كان يمثل العراق كان يمثل جدار برلين العربي، أرادت أن تتخلص من هذه البعبع الذي يتمثل بمؤسسة الجيش العراقي. مؤسسة الجيش السوري على خلاف ذلك، ترى إيران أنه ضرورة بقاء وتماسك هذا الجيش، لأنه عدم تماسكه هذا الجيش لكن مع بقاء فكرة أن هذا الجيش جيش ضعيف، بمعنى أن تكون السيادة فيه هي للميليشيات الشيعية الموجودة هناك. احنا بنتحدث عن 31 ميليشيا، هنالك أرقام مهولة الآن تتحدث بين 65 إلى 80 ألف، وبالتالي في حال بقى هذا الجيش
هذا سوف يفوت الفرصة على القوة الكبرى أن تدخل بشكل كثيف، وبالتالي سوف تصطدم مع المصالح الإيرانية الموجودة في سوريا، وبالتالي هم حريصين على بقاء هذا الجيش ضمان بقاء ضعيف، وبموازاة ذلك تقوية ما يسمى بالميليشيات الشيعية الفعالة العاملة على الأرض وتزويدها بكل ما يسمى بصنوف الأسلحة. لذلك أصدرت قرار إيران قبل أقل من شهر بإدماج ما يسمى بوحدة خاصة في قوات الحرس الثوري الإيراني تكون مسؤولة عن الميليشيات العاملة في سوريا، بمعنى أن هذه الميليشيات العاملة في سوريا وضعت استراتيجية، هذه الاستراتيجية قائمة على عدد من النقاط، تعزيزها بالعنصر البشري، خاصة نحن نتحدث عن زيادة استنزاف القدرات الإيرانية، لا تريد عناصر إيرانية، هي تريد عناصر أفغانية، تريد عناصر باكستانية، تريد عناصر أفغانية إلى غير ذلك، حتى استغلال ما يسمى بالأقلية الموجودة داخل إيران من اللاجئين الأفغان لتخفيف خسائر الجيش الإيراني أو تخفيف خسائر الشعب الإيراني، خاصة يعني ما يسمى بزيادة وتيرة الرفض الشعبي للتدخل الإيراني هناك. الأمر الثالث هو ربط الاقتصاد السوري بالإيراني، وماذا الربط طبعا له تبعات عديدة. في استراتيجيتها في العراق كانت واضحة من خلال ما يسمى بسياسة الإغراق فيما يتعلق بالمنتجات، السيطرة على القطاعات الحيوية في العراق، لأن هي تريد أن تماثل ذلك ما يحدث الآن في سوريا، هي تريد السيطرة على مختلف القطاعات، قطاع الطاقة تريد أن تسيطر عليه، قطاع التعدين تريد أن تسيطر عليه، قطاعات أخرى خطيرة جدا مثل قطاع الاتصالات، وهذا أمر مهم جدا، ورأس النظام السوري بشار الأسد قام بتوقيع اتفاقيات مع الجانب الإيراني في هذا الأمر، وهذا الأمر له مغزى ودلالاته، في حين أنه إحنا نتحدث الآن ليس فقط عن مشروع اقتصادي، نتحدث أيضا عن مشروع ما يسمى بالحوزات الدينية وإنشاء في سوريا، التوسع فيها في مختلف المناطق. طبعا دكتور هون في نقطة يعني أنت يعني أشرت لها، الآن العملة أصبحت التومان هو فرض على كل تاجر وكل مواطن أن يتعامل بالتومان، وهو وحدة النقد الإيرانية، والعملة السورية الليرة السورية أصبحت تطبع في طهران، وهي يعني فيها عيوب للتزييف كبيرة جدا، وليس لها رصيد ذهب أو ما يعادلها بالدولار، وبالتالي التضخم هائل الآن في سوريا. نعم بالتأكيد، يعني هنالك إجراءات اقتصادية كثيرة، وإيران تراهن على الربط الاقتصادي مع سوريا. أنا بعتقد أنه في هنالك خطة لم يتم الكشف عنها، تم إعلان يعني عن خطة وضعها مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو الذي يقترح السياسات العامة بموجب الدستور الإيراني، هو تحدث بشكل واضح عن استراتيجية إيران في سوريا ما بعد انتهاء الحرب، وبالتالي أنا بعتقد أنه إيران حتى زيارة وزير الدفاع الإيراني ورئيس هيئة الأركان الإيراني وزيارة العدد من المسؤولين الإيرانيين إلى سوريا ربما يعكس أنه هنالك ما يحاك ما وراء يعني وراء الستار فيما يتعلق بهذه السياسات أو هذه الاستراتيجيات. وصلت الفكرة. أبقى معي دكتور نبيل. دكتور فايز، هل تريد أن تعلق على ما تفضل به دكتور نبيل؟ سيدي فقط أنا أود أن أشير إلى نقطة واحدة وتعقيب بجملة. النقطة هو حل الجيش العراقي وبقاء الجيش السوري. أنا أجد أتفق مع الدكتور فيما تحدث فيه من كلام طيب، ولكن أود أن أقول الجيش العراقي الذي تم حله هو جيش وطني، وهو جيش أسس عبد الجبار شنشل، وهو الجيش الذي وقف كحارس على البوابة الشرقية. الجيش السوري هو جيش نظام. هناك فرق بين جيش وطني وجيش نظام. جيش النظام يرحب بالتمدد السوري وإن تحفظ بعض الأشخاص، بينما الجيش العراقي كان رافضا وخاض حرب 8 سنوات. أود أن أختم في جملة واحدة، إنه المصالح الروسية في سوريا هي مصالح تنطلق من حاجة روسية، لكن الأطماع وليس المصالح الإيرانية هي أطماع تاريخية، هي نتاج حقد دفين. يعني الدكتور يعلم ذلك علم اليقين، عندما يقوم الشاعر مصطفى باتكوبا ويقول لا مانع أن تضعوني في قعر جهنم شريطة أن لا أسمع كلمة عربية فتزيد عذابي عذابات، وقبله أبو النعرة الفارسية الفردوسي في كتابه شهنامة، والدكتور يعرف ذلك عندما يقول العربي آكل الجراد وشارب بول الإبل فيما كلاب أصفهان تشرب الماء الزلال.
نحن نتعامل مع قوم هذه مفاهيمهم، إذن هم يروا أن المنطقة لا تتسع إلا لهم، ولكن نحن بالمقابل نقول إيران حقيقة جغرافية وحقيقة جيوستراتيجية، أنا أرغب التعايش مع إيران ولكن لا أقبل أن تطغى إيران على ثقافة وحضور العربي الإسلامي. نعم، في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم السادة الضيوف الكرام الأستاذ دكتور نبيل العتوم وسيادة لواء ركن دكتور فايز باشا الدويري، كان معي من الهندسة الإذاعية الزميلة سلام المساعد ومن الاتصالات الزميل محمد الملا، في رعاية الله نترككم وإلى لقاء يجمعني بكم يوم الاثنين في ملف ساخن عسكري جديد في مثل هذا الوقت، هذه أغلى أمنياتي وإلى لقاء. الثورة، سوريا مع الثورة.